كان عام 2022 عام متميز في العلاقات التجارية الاقتصادية بين دولة الإمارات وأذربيجان، تجاوزت فيه الأرقام 970 مليون دولار أمريكي وما يناهز المليار، بنمو ما يقارب 46% مقارنة في عام 2021، ضعف أرقام 2020 وثلاث أضعاف أرقام 2019، وهذا يبين أن هناك نمو كبير ومتصاعد في العلاقات التجارية الاقتصادية بينهم، بالإضافة إلى الاستثمارات والتبادل الخبرات اللي تصير بينه وبينهم. جمهورية أذربيجان ومتميزة بأنها تحاكي دولة الإمارات والنمو اللي يصير معنا، وبنفس الوقت هي بوابة لدول العديدة في المنطقة في قطاع الاستثماري التجاري. طبعا نتكلم عن قطاع الخدمات بشكل دقيق، ولكن نتكلم على نهضة عمرانية كبيرة في القطاع العقاري، نتكلم على قطاع الأمن الغذائي، هناك أيضا اهتمام بشكل كبير في قطاع اللوجستي، واللي هو بيكون أيضا أحد أهم المستهدفات العديد من دول خاصة أمريكا اللاتينية اللي تستهدفون أذربيجان من خلال الاستثمارات الإماراتية للدخول للسوق الأكبر. المرحلة الجاية للعلاقات التجارية الاستثمارية لدولة الإمارات هي عملية التنويع بشكل كبير، وأذربيجان تعتبر من هذه المستهدفات في المرحلة القادمة بحكم أنها هي بوابة لشرق أوروبا وأيضا بوابة إلى العديد من دول آسيا الوسطى. مهتمين بشكل كبير لتوزيع للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وهو هذا قاعدين نشوف الرتم الكبير من خلال الاستثمارات الإماراتية واللي تعتبر العصب الرئيسي لأي اقتصاد ونموه في العالم. النقطة مهمة في القطاع الأذربيجاني، دولة شابة، دولة حجمها قريب من حجم الدول اللي في نمو متصاعد، وأيضا بنفس الوقت اهتماماتها والانفتاح الكبير يصير والاستقرار السياسي يساعد في هذا الاستثمار.